تحت شعار أثارنا الواقع والمآلات، نظم قسم الأثار بكلية الآداب جامعة صبراطة ندوة سلطت الضوء على الأثار الليبية وأهميتها والتحديات التي تواجهها خصوصا في فترات الحرب والنزاعات المسلحة. الندوة التي حضرها رئيس مصلحة الأثار بليبيا محمد الشكشوكي وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلى اتحاد البلديات الخمس للتراث العالمي بليبيا، تم خلالها كذلك بحث سبل التعاون بين أقسام الأثار بالجامعات الليبية ودورها في التوعية لأهمية الموروث الثقافي. هذه الورشة العلمية اللي تسلط الضوء حقيقة على موضوع الإرث الواقع والمآلات. نعرف جميعا أن الإرث الثقافي في ليبيا يمر بمرحلة حرجة، هناك 5 مواقع مسجلة في قائمة التراث العالمي معروفة لدى الجميع، وضعت في قائمة الخطر، هناك انتهاكات كثيرة طالت العديد من المواقع، هناك عمليات نبش عشوائي طالت العديد من المواقع، هناك عمليات سرقة ممنهجة بالإرث والتراث الليبي. وفي ختام الندوة أقيمت حلقة نقاش تم خلالها الرد على توصيات لجنة التراث العالمي لليونسكو بشأن حالة الخطر لمواقع التراث الليبية الخمس.